يعطيكم العافية جميعا. بهالفيديو راح احكي عن تجهيز ملف الدي اكس اف الرسمي اللي بدنا ندخله على الاي تابز وطريقة الامبورت للاي تابز. معنا المسقط المعماري راح يكون 9 طوابق نفس الخريطة، بننظفها من كل العفش واي شيء ما له عازب بالتصميم الانشائي. بدنا نركب الكولومز الشير وولز والبيمز بطريقة ما تزعج اذا عندنا دروب بيمز، بطريقة ما تزعج المعماري. ننتبه على الشبابيك، ننتبه على الابواب والبلكون. انا بهالمشروع في شوية مشاكل مع مهندس المعماري بنحلها. بنعمل لير لكل عنصر، للكولومز للشير وولز للسلاب. السلاب حتكون سلاب عادية كونكريت، ما في بقلبها اشتورة، ما في بقلبها هوردي. سميكة 22 سنتي، منقدرها حسب الثيكنس، حسب الاسبانات بين العواميد وبين الشير وولز. معقول بعدين بس نعملها ديزاين تكون هوردي سلاب، نرجع ندخلها مرة تانية على الايتابز. بس مبدئيا سميكة 22 سنتي، بعتقد حتكون وزيادة يعني عن المطلوب، معنا سبانات كبيرة. بس هو بالايتابز نحن ما بنصمم السلاب، بنصمم بس الكولومز والشير وولز، وبننقل اللودز على المات فاونديشن لنوديها على السيف. الدرج راح بين اللاين ويت، نشيل اللاين ويت لأي شيء منه إنشائي، ومنزيد لاين ويت للقصص المهمة. طيب عندي السلاب بدها تكون بولي لاين، إذا عملنا سلكت على أي منطقة بتنعمل كلها، وإذا كان عنا شيء منه بولي لاين مرسوم لاين عادي نختاره كله بالكوماند جوين. الكولومز كمان بولي لاين. الكولومز انا قدرتها ب25 ب60 لانه ما حيحمل شي من الويند لود والزلازل، بس بعتقد انه بالاخر طابقين او 3 طوابق حيزيد الدايمنشن عنا للكولومز، فمنغيره من الايتابز. هلا كفايل دي اكس اف بكفي 25 ب60. سماكة الشير وول حيكون 25 تقريبا، طول الوولز يكونوا قد بعضهم وموزعين بطريقة متوازنة مش مجمعين بمحل واحد. يعني اذا كان عنا هون بكون تقريبا قد ما فينا يكون سيمتريك عن الجهتين، ويكونوا عدد كفاية يعني حسب كل منطقة زلازل. الشير وولز ينرسموا لاينز مش بولي لاين خاصة، يعني اذا عندي بولي لاين بعمل اكسبلود. هلا بهالطريقة انا رسم الثيكنس للشير وول ما حت يعني ما حيكون في فرق، بس اذا رسمها بولي لاين وعاملها بس يعني رسمها بولي لاين، اذا كان عندي شير وول منه ستريت ورسمه بولي لاين ما حيبين بالايتابز، فبدي ارسمه لاينز ان كان الشير وولز والبيمز. بهالمشروع انا ما حارسم البيمز لان ما عندي الا بيم واحد فوق دروب بيم، هو حيحمل الدرج. بنرسمه بالايتابز، بنرسمه بنص الطابق، او بهالمشروع ما حتفرق لانه عندي هون شير وولز كبار. محل الدروب بيم ما حيأثر على تسليح الشير وول، بس اذا كان عندي هون كولوم وعدد طوابق كبير بدي ارسم الدروب بيم محله المظبوط مشان الشورت كولوم افكت، حتزيد عندي عدد الستيرابس بالكولوم اللي هون. والدرج حاتركه فراغ، ححمل اللود على الدروب بيم اللي هون، حمل اللود على الدروب بيم اللي هون، بحسب اللود على المتر بالساب، وحمل اللود يا على الشير وول يا اذا هون بعدين طلعت معنا هولو بلوك بعمل هون هيدن بيم بحمل الدرج عليه، وبنقل بس العناصر الانشائية على جنب بعملها كوبي.
بفتح فايل جديد، بحطها بمحل يكون بوزيتيف، ما يكون عندي شي بالواي تحت ولا بالاكس، يكونوا بالجهتين بوزيتيف. بعمل save as dxf. واذا عندي اوتوكاد جديد، مثلا اذا كان عندي اوتوكاد 2019 بعمل dxf اقدم، لانه اذا كان اوتوكاد 2019 والايتابز مثلا 2016 ممكن ما يفتحوا او يكون في مشاكل ما يبين كل شيء. فانا حط 2007، انا مسيفه قبل. بنسكر كل شيء قبل ما بدنا نعمل امبورت، مشان ما يعني مرات بيعمل مشاكل ما بيقعد بيبين. نفتح الايتابز. انا عندي ايتابز 2016، بس اللي عنده ايتابز اقدم شوي 2015 2013 ما كتير حيكون في فرق. بس المشكلة بالايتابز 2018 انه ما في الكود اليو بي سي 97 على حد علمي. بهالدورة راح استعمل اليو بي سي لللاترال لودز، فراح استعمل ايتابز 2016. نعمل نيو، بختار اليونت متريك والكود، هدول الستيل ما حنحتاجهم هون. ما بدي جريد، بعمل بلانك، عدد طويبق 9 طويبق، وارتفاع 3 متر و20 مع سمك السقف. بروح على ستوري 1 لأعمل امبورت للدي اكس اف على ستوري 1. اذا في شي عندي مشاكل بالطويبق، اذا بدي اركب جريد سيستم او عم بدي اغير بالطويبق، زيد طويبق او نقص طويبق، اد ستوري، او غير الاسم، حط الماستر. بعد مشروع ما حيلزمني. بعمل امبورت، بختار الفايل دي اكس اف. عندي اليونتس اللي استعملتها للرسم بالمتر، وندخلها على الستوري 1. نعمل سيف.